تدري ان قهوتك تشبهك يا غبي؟ تشبهني يعني شلون؟ ولا عشان سودة مثل حظي الاسود؟ دائما ردودك جاهزه. وانت دائما تردد الكلمه. ما نسيتها يا رفير جمعان؟ مستحيل انساها، مستحيل. حتى يوم انتقلت الى الطبقه البرجوازيه بعد ما نسيتها. انا برجوازي؟ الله يسامحك، انا مثل ما انا ما تغيرت، لكن هناك بعض المفاهيم كان لازم تتغير. الثبات يشبه الموت. كنت اردد عليك الكلمه هذه دائما وانت تعترض عليها. احنا شوفك ترددها اكثر مني. يعني خليك من هالكلام، لا راح يودي ولا راح يجيب. رفاق كلموني طبعا، رساله مو ملزوم فيها. ناقل الكفر كافر. اسمعني، لا تخليني في زواياك الصعبه. طيب تفضل قول، ايش يبون الرفاق؟ كلموني يبونك ترجع تكتب من جديد في احد زوايا الصحف المهمه. راح يعطونك راتب مجزي، سكن. سكن؟ رفيق جمعان، اذا انا وجودي عندك في المزرعه هني مضايق اكثر، انا عرضت عليك الايجار وانت اللي رفضت. افا، ايش الكلام اللي قاعد تقوله؟ انت اذا بتدفع لي الايجار، انا لازم ادفع لك الكتب، قهوه لك اليوم اشربها، اكل اقعد اكل وياك، ما متخلص. انا ما بنسى وقفتك معي يا رفيق جمعان. كنت ضايع بالشوارع، ما عندي مكان يدفيني ولا جدران يضمني. أعطيتني هالمكان الجميل أسكن فيه، صار جنتي. هذا المكان جنة، وجودك لا تدري. قل لهم ينسوني، قل لهم ينسوني مثل ما نسوني من قبل. قل لهم غريب مو هو غريب اللي أنتوا تعرفونه، أنا تغيرت. ما في شيء يبقى ثابت وما يتغير. الثبات يشبه الموت. تمنخت هذه وانت ما توفقت. بالعكس، يكفي ان هناء تشتغل ممرضة. انت تغارين منها صح؟ اغار؟ ليش؟ لا هي اجمل.